تفاجؤ عند الرجال من المشاكل الشائعة جدا، وبيبقى فعلا هي مختلفة الدرجات ومختلفة الحلول. ففي الدرجات البسيطة احنا ممكن نستهدف الدهون الزائدة أو الغدد اللبنية باستخدام الفيزر، اللي بيقدر يخلصنا من كل الدهون والغدد اللبنية ويرجع الجلد منحوت على عضلة البنج. أما في الدرجات العالية من التثدي فبيكون الحل التدخل الجراحي عن طريق جرح بسيط حوالين الهالة السوداء. الجرح ده بيختفي نهائيا بعد شهرين باستخدام كريمات التجميل.